الله الرحمن الرحيم معكم الأستاذ أحمد الحوت أستاذ العلوم والأحياء أحبتي الطلبة والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أنا أتكلم معكم النهاردة في مادة العلوم للصف الأول الإعدادي ده أول فيديو لي إن شاء الله يا رب يعجبكم كده هناخد أول وحدة معانا الوحدة بتتكلم عن المادة وتركيبها هناخد أول درس في المادة وتركيبها اللي هو اسم المادة وخواصها اول درس ده مش هناخده كله ولكن هناخده جزء منه النهاردة ان شاء الله طبعا ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك تكتبوا في مكان البحث اللي في الفيسبوك الأستاذ أحمد الحوت هتطلع لكم صفحتنا مباشرة أو ممكن تكتب www.facebook.com/أحمد 4 الحوت هيدخلك على الصفحة مباشرة اول حاجه في الدرس بنتكلم عن الماده وخاصه يبقى لازم نتكلم نعرف يعني ايه هي الماده الماده كل ما له كتله وحجم او كل ما له كتله ويشغل حيز من الفراغ لو وزنت حاجه وطلع ليها كتله آآ وكمان اخذ مكان مثلا لو جيت انا على كرسي لقيته محطوط في الاوضه فبلاقي ان الكرسي ده واخد مكان من الاوضه يبقى ده كده حجم ولو حطيته على الميزان هيطلع لي ليه كتله يبقى الكرسي ده ماده واي حاجه بالتالي انا بشوفها او بلمسها هي ايه هي ماده طيب بتختلف المواد في خواص اللي هي الخواص العامه طب الخواص العامه عندنا اما خواص فيزيائيه او خواص كيميائيه يبقى الخواص العامه عندي هي الخواص الفيزيائيه والخواص الكيميائيه هنتكلم عن اول حاجه اللي هي الخواص الفيزيائيه الخواص الفيزيائيه انا حاططها لكم سبع حاجات كده حاجات سهله بقول ان اول حاجه اللون والطعم والرائحه تاني حاجه اللي هي الكثافه ثالث حاجه درجه الانصهار رابع حاجه درجه الغليان خامس حاجه درجه الصلابه بعد كده توصيل كهربي وتوصيل حراري فممكن نقول كده مع بعض اللون والطعم والرائحة الكثافة درجة 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 توصيل توصيل، اللون والطعم والرائحة الكثافة درجة 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 توصيل توصيل. بعد كده هناخد أول حاجة معانا اللي هو اللون والطعم والرائحة، أي مادة عندي أقدر أميزها عن طريق لونها وطعمها ورائحتها، فمثلاً لو جيت أنا عندي حديد فضة ذهب نحاس ده ألوانهم مختلفة عن بعض يبقى أقدر أميزهم عن طريق اللون لو جيت شوية ملح وسكر ودي لونهم أبيض ما ينفعش أميزهم عن طريق اللون ولكن أقدر أميزهم عن طريق الطعم كل واحد ليه طعم مختلف عن الآخر وتالت حاجة ممكن أميز برضو بعض المواد عن بعضها عن طريق الرائحة فمثلا لو جبت حبة عطر وحبة خل وشميت الاتنين أقدر أميزهم عن بالريحة بتاعتهم وفي مادتين عندي ليس لهم لا لون ولا طعم ولا رائحه عندي اللي هو الميه والاكسجين الميه والاكسجين ملهمش لا لون ولا طعم ولا إيه ولا رائحه طبعا الميه ملناش دعوه هنا في مصر ليها لون وطعم وريحه وزي الفل يعني الحمد لله آه بعد كده نخش على الكثافه وده اهم عامل عندي الكثافه ، الكثافه دوت المفروض انت بتسأل نفسك ليه بعض الاشياء بتطفو علي سطح الميه والبعض الاخر بيغوص فيها زي الشكل اللي قدامنا دوت لو حطيت جنيه حديد في ميه هلاقي ان الجنيه وقع في القعر مسمار برضو يلاقيه يقع لكن حطيت حته خشبه كبيره او حته فل او تلجاية او زيت بلاقيها على سطح الميه ليه ما سالناش نفسنا السؤال دوت ليه بعض الحاجات بتطلع على سطح الميه والبعض الاخر بيغوص فيها قال لي اه عشان بيرج... بسبب الكثافة بتختلف الكثافة من مادة الأخرى فعندنا مسمار الحديد بلاقيه بيغوص في المية لكن حتة الخشب بتطفو على سطح المية والسبب في ذلك إيه يرجع إلى اختلاف الكثافة يرجع إلى اختلاف إيه؟ الكثافة طيب ايه هي الكثافة يا استاذ اللي انت عمال تتكلم فيها ديت؟ الكثافة ده تعريف بسيط بقول ان هي كتلة وحدة الحجوم من المادة يبقى الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم من المادة انا كنت اخدت المادة وعرفت تعريفها وبقول كل ما له كتلة وحجم وبالتالي الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم من الايه؟ من المادة اي حاجة لها كتلة وليها حجم اقدر اطلع كثافتها او بقول التعريف الثاني اللي هي كتلة واحد سنتيمتر مكعب من المادة يعني أنا في التعريف الأولاني قلت كتلة وحجم صح؟ طب طيب في التعريف الثاني انا قلت كتله بس ما قلتش حجم قال لي ما هو الحجم بيقاس بالسنتيمتر مكعب ممكن اخد اشيل الحجم واحط مكانه واحد سنتيمتر ايه مكعب يبقى سهله خالص يبقى قلت كتله وحجم خلاص بقول كتلة واحدة حجم من المادة طب لو قلت كتلة ما قلتش حجم يبقى أقول كتلة واحد سنتيمتر مكعب من المادة اللي هي قيمة الإيه؟ قيمة الحجم بتاع المادة يجي لنا سؤال بعد كده يقول لك ما معنى قولنا أن آه السؤال ده مهم جدا بيجي في الامتحان ما معنى قولنا أن أو ماذا يقصد به أو ما المقصود به أو ماذا نعني أن كل الأسئلة دي إجابتها سهلة بسيطة خدها قاعدة مني أي حاجة بعد الكلام ده تيجي نعرفها يعني لو قرينا السؤال ده مع بعض ما معنى قولنا أن كثافة الألمونيوم طب الكثافة دي ليها تعريف ولا لهاش ليها تعريف اللي هي كتلة وحدة الحجوم من المادة طب المادة اللي عندي اللي هي إيه اللي هي الألمونيوم فأقدر أقول أي أن كثافة اي الكثافه بقى حط عارف هي ان كتله وحده الحجوم من الالمنيوم تساوي 2.7 ايه؟ جرام. طب لو واحد تاني قال لي لا يا استاذ انا عاوز اكتب كتله 1 سنتيمتر مكعب من الماده. اقول له ماشي تيجي تعرف وتقول معنى ذلك ان كتله 1 سنتيمتر مكعب من الالمنيوم يساوي 2.7 جرام. ازاي نحسب الكثافة؟ قال لي عشان احسب الكثافة لازم أن يكون معايا كتلة ولازم أن يكون معايا حجم. طب الكتلة بتكون بالجرامات لكن الحجم بيكون بالسنتيمتر مكعب وبقسم الكتلة على الحجم وبالتالي يديني الكثافة والكثافة تطلع وحدة قياسها بالجرام لكل سنتيمتر مكعب. طيب مش لازم اعرف يعني ايه كتله ويعني حجم اه الكتله ايه هي بقى قال لي مقدار ما يحتويه الجسم من ماده يبقى الكتله هي مقدار ما يحتويه الجسم من ايه من ماده وانا جبت كيس فيه برتقال ما يهمنيش الكيس شكله ايه ولا واخد حجم قد ايه ولكن يهمني الوزن وكتله البرتقال الموجود جوه الايه جوه الكيس طيب و... طب وحده قياس الكتله ايه قال لي جرام. طبعا وبعد كده هناخدها في الوحدة التانية بالكيلو جرام برضو بس احنا بنشتغلها هنا في قانون الكثافة بقول ان الكتلة تقاس بوحدة الايه؟ الجرام طب عين الكتلة ازاي اللي باستخدام الميزان المعتاد او الميزان الحساس. طبعا الميزان المعتاد زي ما احنا شايفينه كده اللي هو الميزان ذو الكفتين حاجة عادية خالص وطبعا الميزان الحساس ده بلاقيه بتوع الذهب والكلام دوت موجود عندهم حتى مش عاوزين يوزنوا الهواء خالص. يبقى ده اسمه الميزان الايه؟ الحساس، يعني من الاخر الكتلة بتقاس بجهاز اسمه الايه؟ الميزان. ازاي اعرف الحجم؟ طب ما لازم نعرف تعريف الحجم، الحجم ايه هو؟ مقدار الحيز الذي يشغله الجسم، مقدار الحيز الذي يشغله لايه؟ الجسم. أنا دلوقتي جبت كيس البرتقال ما يهمنيش ايه جوه الكيس ولكن يهمني الكيس ده واخد قد ايه من الكفة اللي محطوط عليها. تمام طيب طب وحده قياس الحجم قال لي سنتيمتر مكعب بكتبها س ميم اس ثلاثة سنتيمتر ايه مكعب طب عين حجم سائل ازاي قال لي باستخدام المخبار المدرج كتاب طيب المخبار المدرج شكله ازاي اهو مخبار بلاقيه مدرج كده يعني فيه شرط 1 2 3 10 20 30 40 50 بيوصل ساعات لغايه 100 فبقول ان ده مخبار مدرج يعني مثلا وصل لغايه 20 فبقول ان السائل ده 20 سنتيمتر ايه مكعب. طيب طب انا عاوز اعين حجم جسم صلب. اه صعب شويه لا ولا صعب ولا حاجه برضه بالمخبار المدرج ولكن بطريقه معينه ايه هي الطريقه دي يا استاذ؟ قال لي اول حاجه احط الجسم الصلب غير منتظم الشكل في مخبار مدرج. اه يعني انا مثلا عندي الزلطه ديت او الحجر دوت عايز اعرف حجمه اجيب شويه آه ميه او سائل معايا احطه في مخبار مدرج وليكن وصل لغايه عند 10 سنتيمتر مكعب واجي حاطط الجسم الصلب اللي معايا هنلاقي ان الايه ان حجم الميه ارتفع حجم الميه ايه ارتفع اخد بقى الفرق من اول عشرة لغايه مثلا لغايه 30 دوت هو ده حجم الايه الحجر او حجم الجسم الصلب اللي معايا يعني بقول 30 ناقص 10 يعني حجم الحجر كام 20 سنتيمتر مكعب من وبالتالي نقدر نطلعه من القانون اللي قدامي حجم الجسم بيساوي حجم الماء والجسم معا ناقص حجم الماء يبقى حجم الماء والجسم معا ناقص حجم الايه ناقص حجم الماء بعد كده هنخش على تعيين كثافة بعض السوائل ازاي اعين كثافة بعض السوائل سهلة خالص اقول عشان اعين كثافة سائل مثلا زي المية لازم اعين حجمه وكتلته طب اعين حجم السائل ازاي باستخدام الاخبار المدرج احطه في المخبار يطلع عند 10 عشر عند 20 عند اي حاجه وبقول سنتيمتر مكعب طب الكتله بتاعه السائل ال دي برده لفه شويه ولا لفه ولا حاجه بجيب انا الكاس نظيفه وما يكونش فيها اي سائل وتكون جافه خالص واحطها على الميزان الحساس يطلع لي مثلا قيمه الكاس الكاس طلع لي مثلا ب جرام فبقول ان الكاس وهي فاضيه بكام ب جرام وبعد كده انقل الميه او السائل اللي معايا ده اللي هو المعلوم الحجم الى الكاس تمام وعين كتلته زي ما احنا شايفين كده لما حطيت انا السائل في الكاس لقيته طلع لي 300 طب اقول له 300 ناقص 100 يطلع لي كام 200 يبقى ال 200 دوت هو مين هو كتله السائل كتله مين كتله السائل وبالتالي اقدر احسب من خلال القانون ده كتله السائل بيساوي كتله الكاس والسائل معا كتلة الكأس والسائل معا ناقص كتلة الكأس وهي ايه وهي فارغة طيب نحسب الكثافة ازاي بقى اقول لك من القانون اللي احنا خدناه من البداية اللي هو الكثافة بيساوي الكتلة على الحجم ناخد بقى مسألة كده مع بعض تعرفنا ازاي حلها بيقول لي عند وضع قطعة من الألمونيوم غير منتظمة الشكل وتزن 27 جرام في مخبار به ماء كان حجم القطعة والماء معا 35 سنتيمتر مكعب فإذا كان حجم الماء في المخبار قبل وضع قطعة الألمونيوم هو 25 سنتيمتر مكعب فما هي كثافة الألمونيوم من الآخر الكلام مش صعب ولا حاجة ولكن لما نيجي نحل بالمنظر ده نحل كده نقول الحل ونيجي حاطط المعطيات زي ال زي ما بحل في الرياضيات والهندسه اقول له كتله الألمنيوم كام كتله الالومنيوم 27 جرام طب حجم القطعه اللي هي قطعه الالومنيوم والميه مع بعض 35 سنتيمتر ايه مكعب طب حجم الميه بس اللي هو كان قبل وضع قطعه الألمنيوم في الميه كانت بكام كانت 25 سنتيمتر مكعب وبالتالي اقدر اطلع كثافه الألمنيوم. طب كثافة الألمونيوم وأطلعها ازاي؟ لازم يكون معايا كتلة وحجم، طب الكتلة معايا لكن الحجم مش معايا، بس هو مديني حاجات اهي اطلع منها الحجم، اطلع الحجم ازاي؟ اقول له حجم الألمونيوم بيساوي حجم القطعة والماء معا اللي هي 35 ناقص حجم الماء اللي هو 25 فبقول له 35 ناقص 25 يديني دي 10 سنتيمتر مكعب، طيب الكثافة اقول له الكثافة بتساوي كتلة على الحجم، الكتلة بكام؟ ب 27 على الحجم اللي هو العشرة 10 يعني يطلع لي 2.7 جرام لكل سنتيمتر مكعب وهي فعلا كثافه الالومنيوم بتطلع لي الرقم دوت اللي هو 2.7 جرام لكل سنتيمتر مكعب، هجيب لكم جدول فيه بعض الكثافه وكده ولكن الاول ناخد ملحوظه مهمه بيقول لي عند تغيير درجه حراره جسم فان حجمه يتغير يعني ازاي مش ممكن يتمدد او ينكمش اه وبالتالي اتغير الايه الكثافه ما هو الحجم لو اتغير الكثافه ايه تتغير تمام يعني مثلا في الصيف حته الحديده بلاقيها بتتمدد في الصيف يبقى حجمها اتغير ولا لا اتغير وبالتالي كثافتها ايه هتتغير طب لو جبت حته الحديد دي في الشتاء الاقيها بتنكمش حجمها اتغير ولا ما اتغيرش اتغير وبالتالي كثافتها ايه تتغير هناخد كثافة بعض المواد حطها لكم في جدول كده ولكن مش مطلوب حفظه ولكن أهم حاجة عند المية إن أنا أعرفها إن هي بتساوي واحد جرام لكل سنتيمتر مكعب. طيب بعد كده نخش على ملحوظة من الجدول اللي فات دوت بلاحظ إن الكثافة تختلف من مادة لأخرى وبالتالي فإن الحجوم المتساوية من تلك المواد لها كتل إيه مختلفة. إيه الكلام المجعلز يا أستاذ؟ أقول لك أسهلها لك دلوقتي بأشكال بسيطة تمام؟ وكمان الكثافة خاصية مميزة للمادة. لو بصينا مع بعض كده لو أنا جبت حتة نحاس وألمونيوم الاتنين متساويين في الحجم بلاقي آه بلاقيهم مش متساويين في الكتلة ده النحاس أتقل من الألمونيوم، طب لو أنا جبت اتنين قد بعض في الكتلة هلاقيهم مش متساويين في الحجم بسبب الكثافة، بسبب الايه؟ الكثافة، طيب كده انا آه ناخد اخر حتة معانا في درس النهاردة هناخد بيقاط حياتية على الكثافة. أول تطبيق معايا بيقول لي المواد التي كثافتها أقل من المياه تطفو على سطح الماء أما المواد التي كثافتها أكبر من المية تغوص في الماء ف وبالتالي التفسير بتاع الـ المسمار اللي غاص في المية ده من الحديد مصنوع من الحديد وكثافة الحديد أكبر من كثافة المية اللي هي بواحد سنتيمتر مكعب وبالتالي تغوص في المياه. لكن الخشب أو الفلين بلاقيهم كثافتهم أقل من واحد سنتيمتر مكعب اللي هو أقل من المياه يعني وبالتالي يطفو على سطح الإيه؟ سطح المية تاني تطبيق معايا بيقول لي عدم استخدام المياه في إطفاء حرائق البترول ويجي لنا السؤال ده مهم جدا في الامتحان ويقول لك علل ليه ما استخدمش المية في إطفاء حرائق البترول؟ أقول إن كثافة البترول اقل من كثافه الميه فيطفو على سطح الايه على سطح الميه ويظل مشتعلا يعني انا لو عندي طاسه بتاعه بقلي فيها بطاطس تمام؟ وراحت الطاسه دي راحت مولعه، اياك تحطي ميه تطفيها على الزيت لان كثافه الزيت اقل من كثافه الميه، هنلاقي الزيت تطفى على سطح الميه وبرضه هيفضل مشتعل وكمان هيزداد اشتعالا. ثالث حاجه معانا تطبيق البالونات اللي هي بتحمل اعلام وصور كبيره ترتفع لاعلى في الاحتفالات. تمام؟ ليه بترتفع لاعلى؟ ويجي لنا سؤال علل، اقول له لانها مملوءه بغاز الهيدروجين. او الهيليوم وكمان الغازين دولت غازات اقل كثافه من الهواء لذلك تطفو في الهواء اخر حاجه معايا قال لي العالم ارشميدس استطاع ان هو يكتشف تاج مصنوع من الذهب مخلوط بالنحاس ليه بقى علل هنقول له لان كثافه الكثافه صفه مميزه للماده وبالتالي اختلفت كثافه الذهب المخلوط بالنحاس عن كثافه الذهب الايه عن كثافه الذهب النقي وبكده يكون خلص درسنا النهارده كان معكم الاستاذ احمد الحوت شكرا لكم على حسن استماعكم واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للدرس ولا تنسوا الاشتراك في القناه على اليوتيوب اكتبوا الاستاذ احمد الحوت على اليوتيوب او حوت الاحياء القناه بتاعتنا اشتركوا فيها واتكوا على المنبه ليصلكم كل جديد بإذن الله وطبعا تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك الأستاذ أحمد الحوت أحمد أربعة الحوت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته